مرحبا أبناؤنا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. اليوم سوف نتحدث عن قصة الفيل وجيش أبرهة. الفيل هو واحد من الحيوانات اللي ذكرت في القرآن الكريم، ولقصة عظيمة مع أبرهة اللي حاول في يوم من الأيام إنه يهدم الكعبة. يلا بينا نركب بساط الحكايات ونسمع ونشوف الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هو مين اصلا اصحاب الفيل دول؟ ويا ترى ليه كانوا عايزين يهدوا الكعبة؟ ما هو اكيد في حاجة حصلت، ما هو مش من باب الطاقة كده. طب ويا ترى ربنا عاقبهم ازاي؟ عارفين قصة اصحاب الاخدود؟ ايوه، بس ايه علاقته ده بالموضوع؟ اصبر عليا. قصة اصحاب الاخدود اللي امنوا بربنا سبحانه وتعالى وبعدين حصل اخدود كبير وترمى فيه 20,000. يعني اصحاب الاخدود دول كانوا مؤمنين بسيدنا عيسى. والله المهم كانوا موحدين بالله على دين سيدنا عيسى عليه السلام. الملك الجبار بقى اللي عمل فيهم كده كان هو ملك اليمن. وصل الخبر ساعتها لمين؟ لملك الحبشة. علاقة ده بقصة اصحاب الفيل؟ يا سلام لو تصبر علي. وصل الخبر ده لحاكم الحبشة، وحاكم الحبشة طبعا اتضايق جدا لان هو كان بر على دين سيدنا عيسى، وقال ازاي ناس امنوا بربنا سبحانه وتعالى فيحصل فيهم كده. ركز معايا بقى في اللي جاي. ساعتها ملك الحبشة ده اللي كان اي ملك بيحكم الحبشة كان اسمه النجاشي، ارسل بقى علشان ياخد بحق ال20,000 دول، وارسل جيش بقيادة واحد اسمه ارياض. وارياض ده كان الرتبة اللي تحتيه على طول واحد برضو من اعظم الفرسان وقتها، كان اسمه كان اسمه أبرهة. تمام. وبعدين اقول جيش ارياض اللي فيه أبرهة ده عبر البحر الاحمر ودخل اليمن، وحصل المواجهة وانتصر مين؟ انتصر جيش ارياض، وبقى ارياض ساعتها هو حاكم اليمن. جميل. ساعتها بقى ارياض اول ما حكم اليمن جاله شوية غرور كده، بقى يظلم ويحكم ويمشي الدنيا كلها على كيف. ساعتها طبعا أبرهة قال ازاي، واجتمع هو وكل القادة وقرروا ان هم يواجهوا ارياض ده، وفعلا جمع له جيش كبير وارياض برضو كذلك. ارياض قال له طب ليه نعمل كده؟ وليه نخلي جيش واحد يتقسم نصين وناس تروح؟ وساعتها اهل اليمن بقى ممكن ينتهزوا الفرصة. بص يا أبرهة، انا وانت هنتواجه واللي ينتصر فينا هو اللي هيحكم اليمن. أبرهة وافق، وفعلا دار القتال بينهم وانتصر أبرهة. وساعتها مين بقى اللي عارف بالقصة دي؟ النجاشي القائد بتاعهم هما الاتنين. اتعصب النجاشي وقال ازاي أبرهة يعمل كده؟ هو كده ما بينفذش كلامي؟ وقال حتى بيستشرني؟ والله لدوس ارض اليمن واروح احلق له شعره زيرو عقابا ليه على اللي عمله. عارف أبرهة ان النجاشي مستحلف، فقال يعني ان هو يعمل يستسمحه يعني، ما هو ما ينفعش النجاشي يزعل منه. المهم عمل أبرهة ده حلق شعره بنفسه وبعت له تراب من تراب اليمن وقال له اديك تبر بقسمك اهو، ادي شعري وادي تراب اليمن دوس عليه. ففعلا سامحه النجاشي. وبعدين أبرهة ساعتها حس ان هو عايز يكسب ود النجاشي، لان النجاشي كان متدين جدا وكان دينه هو النصرانية. فقرر ان هو يبني كنيسة عظيمة في اليمن. بنى أبرهة كنيسة عظيمة جدا اسمها اسمها القليس، وقال انا هبعت لأبرهة يجي يشوفها، ومش بس كده انا هخلي الناس تيجي تحج للكنيسة دي. ساعتها الناس قالوا له ازاي اليمن وكل الجزيرة العربية بتحج للكعبة؟ قال لهم الكعبة؟ ايه الكعبة دي؟ طب ما انا ممكن اروح وهدها وخلاص علشان الناس كلها تيجي للقليس. وصل الخبر كده لمين يا ترى؟ لمكة. وكان اكتر الناس ساعتها تدين في مكة، اي نعم يعني كانوا بيعبدوا الاصنام بس كانوا متدينين، كان اسمهم النصر. المهم واحد كده كان مجنون منهم وعمل حاجة عجيبة جدا،
وحاجة ما ينفعش خالص ان هي تتعمل. اتسحب بالليل ودخل كنيسة القليس دي لحد ما الليل ليل، وساعتها بعد ما مشوا الناس واهانها اهانة كبيرة جدا، وتاني يوم خد بعضه من سكات وراح مسافر لمكة. مين بقى اللي يعرف ابراها بقى حد من مكة يجي يعمل كده؟ طب والله لهروح واهدم الكعبة بتاعتهم دي. وفعلا جيش ابراها كان جيش قوي جدا، وتوجه من اليمن لحد مكة. وساعتها كبراء مكة وقريش لما عرفت ما قدرتش ان هي تعمل حاجة، لان جيش ابراها ما كانش ليهم طاقة ان هم يتحملوه. ما انا قلتلكوا قريش كان مكانتها في رونقها في الكعبة، ما كانتش في عددها ابدا، فدول اضعاف عدد دول. كان زعيم وقتها قريش مين يا ترى؟ اللي كان من نسل سيدنا اسماعيل عليه السلام، من نسل قريش، عبد المطلب. واول ما وصل ابراها عند حدود مكة ابتدى بقى ان هو ينشر القوم بتوعه، ياخدوا الاغنام بتاعت ده، ياخدوا الابل بتاعت دي، ومن ضمن الابل اللي خدوها 200 ابل لمين؟ لعبد المطلب. عبد المطلب جد النبي ساعتها عارف وتضايق جدا، وقرر ان هو يتوسط عشان يروح يقابل ابراها. فابراها اول ما عرف ان زعيم قريش دلوقتي هو اللي جاي يقابله، قال اكيد اكيد جاي يكلمني في موضوع الكعبة. واول ما دخل عبد المطلب، والله رجالتك خدوا 200 ابل من عندي وده ما ينفعش وانا عايزه. فابراها استغرب جدا وكان موقر عبد المطلب قوي، وقال له فيما معناه، والله انت نقصت من نظري، بدل ما تيجي تدافع عن الكعبة جاي تتكلم في ابل. فقال مقولته الشهيرة عبد المطلب، انا رب الابل فاحميها وللبيت رب يحميه. يعني انا مش خايف على الكعبة، ربنا سبحانه وتعالى هيحميها. المهم ابراها ساعتها كان من ضمن جيشه اللي كان كبير جدا وعظيم جدا، كان الفيلة، وتحرك الجيش اتجاه الكعبة. وساعتها طلب ابراها من عبد المطلب جد النبي، قال له يا ريت تطلع كل اهل قريش من مكة علشان ما حدش يتأذي. وفعلا طلعت قريش على حدود مكة، وكلهم واقفين مستنيين ايه اللي يحصل بالكعبة، شايفين الكعبة. وتوجه جيش ابراها اللي فيه الفيلة اتجاه الكعبة، واول ما وصل اتجاه الكعبة والفيلة ماشية، يحسوا ان في غيامة فوق سودة حواليهم، وكل شوية تقرب تقرب تقرب. وفي الوقت ده بعد ما الفيل كان ماشي وبكل قوة وشجاعة يجي يتحرك اتجاه الكعبة، ما يعرفش ويقف. المدرب بتاعه يحاول يحركه يمين شمال، يتحرك اتجاه الكعبة، ما يتحركش ابدا. وكل ده الناس بصة وشايفة، يعني مش قصة بتتقال في الروايات وبس. واول ما تقرب السحابة السودة دي يتفاجئوا ان هو طير، طير عامل زي العصافير، صغير جدا. بس الطير ده كان فيه حاجة عجيبة جدا، كان في منقاره حجر صغير قد حبة الفول، وفي رجليه حجرين، كل طير معاه 3 أحجرة. وبدأ الطير ده يقرب على أبراها وجيشه ويرمي عليه الأحجار دي، والأحجار دي كانت أول ما بتلمس الجسد بتشله وشوية شوية يدوبه خالص، لحد ما قضى على كل الجيش، مفيش اي حد فضل من جيش ابراها. وتحصل المعجزة قدام كل الناس، ويزداد حب الناس للكعبة وتوقيرها وعظمتها، وتزداد مكانة قريش. دي كانت حكايتنا، ودايما الحكاية فيها عبرة وغاية. ركز معانا عشان خلي بالك هنسألك عن اي معلومة جت في الفيديو ده، هنسألك في أي مكان في المدرسة، في الفصل، في الطابور، واللي هيجاوب صح هو اللي هيكسب معانا. وإلى اللقاء في فيديو جديد.